شهد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة مساء اليوم ختام منافسات النسخة 14 لبطولة كأس الملك حمد الدولية للغولف التي احتضنتها ملاعب النادي الملكي للغولف بتنظيم من الاتحاد البحريني للغولف في الفترة من 24 إلى 26 من نوفمبر الجاري بمشاركة 40 لاعبا من محترف وهاون من 20 دولة. وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ سلمان بن محمد أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن سجل حافل باستضافة الفعاليات الرياضية الدولية في مملكة البحرين برعاية ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مما عزز من حضور اسم مملكة البحرين في مختلف الرياضات. قال سموه أن الاهتمام بالرياضة البحرينية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبمتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعم وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قد أثمر عن دعم العديد من الرياضيين البحرينيين النجوم والمتميزين، مضيفا أن بطولة الغولف هي إحدى المنصات التي شجعت الرياضيين البحرينيين وأتاحت لهم فرصة المنافسة إلى جانب المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، مما يكسبهم الخبرة ويسهم في تطوير مستويات الأداء لديهم. أشاد سموه بالأداء الممتع والتنافسية التي شهدتها نهائيات بطولة كأس الملك حمد الدولية للغولف، مثنيا على روح الشراكة مع القطاع الخاص والتي أسهمت في استمرارية نجاح البطولة الذي يأتي في إطار ترسيخ مردود الرياضة السياحي على المستوى الوطني، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. بعدها تفضل سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة بتهنئة وتكريم اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى في هذه البطولة. هذا ورفع رئيس الاتحاد البحريني للغولف اللواء الركن علي بن صقر النعيمي أسمية الشكر والتقدير للمقام السامي لجلالة الملك المعظم الراعي الأول لرياضة الغولف في مملكة البحرين، معربا عن التقدير والامتنان لرعاية جلالته للرياضة البحرينية التي أثمرت عن نتائج نوعية.